بسم الله، النهارده ان شاء الله هنشوف برنامج اللي هو برنامج الارشيكاد. ده من اوائل برامج البيم ومشهور، يمكن مش مشهور في الدول العربيه بس الدول اللي بره شغاله بيه ومعتمد عليه اعتماد تام. اول ما افتح الواجهه بيسالني عايز مشروع جديد ولا تفتح مشروع من المشاريع اللي انت اشتغلت عليهم. هقول له اعمل لي مشروع جديد. لما بقول له نيو بروجكت بيقول لي بدل ما تبدا من الصفر اختار تمبليت. يعني ايه تمبليت؟ يعني مشروع فاضي بس في شوية إعدادات زي إعدادات الوحدات اليونت، الخطوط اللي أنت هترسمها، الألوان، الحاجات ديت بتبقى جاهزة بحاجات ستاندرد بحيث إن أنت ما تقعدش تضيع وقت كتير في إن أنت تظبطها. طب لما أقول له أوبن بيقول لي اختار الملف من المشاريع اللي أنت كنت اشتغلت عليها. طيب بعد كده بيقول لي سيت أب ورك ورك انفايرمنت. إيه دي بقى؟ ده مجرد بس تنظيم لشكل الواجهة، تمام، زي ما كان في موجود في الاوتوكاد. كنت بتختار مثلا حاجه بتلاقي الادوات بتاع 2 دي، بتلاقي الادوات بتاع 3 دي، فدي مجرد بس تنظيم. تمام، اوكي. انا هقول له انا عايز مشروع جديد، اقول له نيو وبسم الله الرحمن الرحيم. اول ما ابص على الواجهه الجميله ديت انا واجهه سهله خالص، وعلى فكره كان الريفت كده برضو، كان الريفت واخد نفس الشكل دوت اللي هو مساحه فاضيه للعمل. هنا التول بار بلاقي فيها بعض الادوات اللي تسهل على الشغل زي الوول، الدور، الويندو، الكولوم. بلاقي الناحيه دي متصفح المشروع، يعني بتلاقي اللوحه بتاعت الجراوند، اللوحه بتاعت الدور الاول، اللوحه بتاعت الدور الثاني وهكذا. وفوق بتلاقي بعض الادوات بتتغير كل ما تختار اداه، يعني كل ما تختار اداه يجيب لك الحاجه الانسب للاداه ديت. تمام، يعني انا دلوقتي مثلا لو قلت له وول بيقول لي انت عايز ترسم بايه؟ حيطه ولا ترسم خطوط متقطعة ولا ترسم مربع مثلا أو مستطيل؟ أقول له ماشي أرسم كده. تمام، أنا مش برسم في التو دي، أنا برسم في الثري دي. بمعنى ال دي مش خط، ده حاجة ثري دي. لو أنا عايز أشوف الموضوع دوت ببدأ أروح قايل له افتح لي اللوحة بتاعة الثري دي، بيطلع معايا الحيطة بالشكل دوت. تمام، عايز أرجع يا إما أدوس كنترول تاب، يا إما أجي هنا على الدور جراوند أقول له افتح لي الجراوند. تمام، لما بقول له ارسم لي وول ممكن اختار من هنا نوع الحيطة، اي نوع من الحيطان انا عايز ارسم بيه، اقول له اعمل لي مثلا اوضة كمان بالشكل دوت. طيب دلوقتي لو انا عايز احط الابواب هقول له دور وابدا اختار الدور، بحدد ال فين ناحية الناحية، يعني انا عايزها من بره كده، واقول له انا عايز الباب يفتح ناحيتي، وبرده الدور كمان الدور يفتح ناحيتي. ممكن اكتب المقاس من هنا طوالي، يعني اقول له مثلا الدور دوت خليه مثلا 2000 في 2100 اهو، يبقى باب كبير كده يعني كأن ده مدخل رئيسي. تمام، ونفس الفكرة برضو الويندو بتلاقي المقاسات بتاعتها وتبدأ تحط النافذة الشباك بتاعك اهوت، وتقدر تعمله سيلكت وتغير في المقاس بتاعه اوتوماتيك. طبعا دي مش موجوده في الريفت لان هو معتمد نظام الفاميلي، لازم تعمل سيلكت وتدخل جواه وتعدل فيه او تعمل تايب جديد القصه ديت. تمام، طيب لو انا عايز اعمل روف مثلا، انا بس بوريك ان هو البرنامج سهل ما فيهوش اي مشاكل خالص. تمام، اجي هنا اقول له انا عايز الارتفاع بتاعه قد ايه، ممكن تقول له انا عايز الميل بتاعه مثلا عايزه يميل 10 سم بس. تمام، دي كلها خصائص للروف. لما نيجي نرسم الروف لما نتكلم فيها اقول له انا عايز مثلا ارسم من هنا، خليك ضاغط على الماوس لحد هنا. تمام، طيب تعال نشوفها في 3 دي. دوس شيفت والبكره اللي في النص هتلاقي الشكل بيلف معاك عادي خالص. وده هو الباب الكبير وده الباب الصغير وده الشباك. طيب واحد يقول لي طب انا الاكثر كفاءه الريفت ولا الارشكاد؟ هقول له ببساطه يعني الكفاءه في البي ام بي او اداره المشروعات الحاجة اللي هتأدي لك المتطلبات بتاعتك. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي ايه اللي انت عايزه؟ انا عايز حاجة تعمل كذا وكذا وكذا. لو البرنامج عملها لك
وادالك المتطلبات بتاعتك، خلاص يبقى البرنامج ده كويس. تمام، ممكن انت تكون شغلك كله حاجات 2D ومش محتاج ال 3D، وبترسم مثلا اوضه صغيره، بترسم حاجه صغيره وحاجات رسمتها 20 مره قبل كده بالاوتوكاد، مجرد تاخد كوبي بيست يعني، ما فيهاش فن وما فيهاش عماره اصلا، خلاص ممكن الاوتوكاد يقضي لك. هنا انت ابدا شوف هل الريفت هيبقى كويس معاك ولا الارشكاد ولا اي برنامج تاني. طيب ايه الميزه؟ ان انا ابقى عارف ان في برامج تانيه بديله. الميزه جميله جدا ان انت تقدر تفرض السعر على الراجل اللي بيبيع. يعني دلوقتي لو في شركه هي معاها منتج وانت ما بتعرفش البدائل بتاعتها وانت بتستخدم بالمنتج دوت، هتقول لك المنتج ده مثلا باكس، خلاص تدفع الاكس وانت ساكت. وده اللي بتعمله مايكروسوفت، ان ما حدش عارف البدائل بتاعتها، مع ان البدائل ليها بدائل كتيره ببلاش. تمام، زي اللايبرري اوفيس، الاوبن اوفيس، برامج كتيره ببلاش، بس لانه محدش حاول يجربها فبيضطر ان هو يدفع مبالغ كبيره. انا دلوقتي مش هقول لك ان انت جرب حاجه مجانيه او اوبن سورس او الحاجات ديت، لا، بس عارف البديل. لما يجي يقول لك انت لازم تشتري مني 100 نسخه، تقول له لا بس ليك بديل. فهو لما يحس كده ان هو ما بقاش هو اللي محتكر السوق، يبدا يقول لك ايه، خلاص طب اشتري مني النسخه مثلا ب 500 جنيه، ب 600 جنيه، يبدا بدل ما كان بيبيع لك بالدولارات يبدا ايه، يبقى خفيف وسهل معاك. وده اللي احنا عايزينه، ان احنا ما نرهقش الدول العربيه بان احنا نشتري برامج ونصدر البترول، لان البرامج كل شويه ابديت وكل شويه بتلاقي حاجه جديده، فاحنا هنبعت فلوس، طب البترول هيخلص. فانت لازم نبدا احنا نبرمج، الناس اللي تعرف تبرمج تبرمج برامج، ونشوف البرامج البديله، ونشوف الحاجات الاوبن سورس، ونشوف الحاجات اللي ببلاش. يعني ان شاء الله هبدا اشرح حاجات اوبن سورس، برنامج ببلاش وبديل لبعض البرامج القويه. تمام، انت لو دخلت كتبت اسم البرنامج اللي انت عايزه، مثلا فوتوشوب، مسافه، الترناتيف اللي هو يعني كلمه بديل، او كتبت كلمه اوبن سورس، او كتبت كلمه جي ان يو، هي في جوجل هيجيب لك البدائل كلها، يقول لك في كذا بديل للبرنامج دوت، وفي برامج منها اوبن سورس وفي برامج ببلاش، وتبدا تختار الحاجه القويه، يعني ما تختارش حاجه ضعيفه وفي نفس الوقت ببلاش. خلاص، السلام عليكم.